فالقلب من يشنسيك نطفاك في ملامي حبك عشقك دعيك حبك حبك عشقك دعيك هي السعدية نغرامي. قد اقترحت لم نقرر لكن اقترحت أننا قلت أتمنى أنه هذا اليوم يرسم يوم وطني للمألوف احتفاء بذكرى وفاة هذا العملاق، عملاق الكمان، عملاق المألوف القسنطيني الوطني والعربي كذلك. فكرة اليوم الوطني اليوم الوطني للمألوف يوم خاص بالمألوف على المستوى الوطني يعني مهم جدا، وحتى الانواع الموسيقيه ربما تكون كما هكذا، وهذا هو الوقفه اليوم التكريميه للحاج محمد طاهر فرقاني اللي يعتبر مدرسه فعليه في هذا الميدان. لما ان رايت الجبين يشرق باربعه بالنسبة لما قدمته اليوم حبيت نعمل يعني مزيج من المقاطع اللي كان يتغنى بهم الحاج الجد الله يرحمه، باش نعود نفكروا الناس يعني فيهم. كاين طرف ما يتغناوش بزاف، كاين حوايج اللي تشهر بهم ثاني للجد الله يرحمه. دونك سي جوست بور ميتر اون فالور سو جور